مرحبا بكم مشاهدينا الكرام، أهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر مع هذه الحالة الإنسانية الاجتماعية اللي كتشوفوا معنا إخواني الكرام. نسأل الله أن يعافي هذه السيدة اللي كتعاني من واحد الإعاقة، كما كتشوفوا ما عندهاش بطبيعة الحال يعني كرسي متحرك، فاش تحرك انتم كتشوفوا يعني فقط تزحف على ركبتيها من شدة يعني الإعاقة اللي كتعاني منها. كنتمنى من كل ذوي القلوب الرحيمة باش انها تساعد هذه السيدة الأربعينية اللي كتبلغ من العمر 46 سنة. انتم كما شفتوا معنا وتبعتوا معنا اخواني الكرام، يعني الإعاقة مناش كتعاني، يعني ما كتحكمش في رجليها وكتعيش في عذاب مستمر مع هذه الإعاقة ديالها بطبيعة الحال. جينا اليوم يعني كقناة شوف تي في باش انكم تقربوا من القصة ديالها المأساوية واللي كتعيش في هذه الظروف المزرية بطبيعة الحال. انتم اخواني الكرام يعني تابعتم معنا الطريقة باش كتمشي هذه السيدة، يعني فقط بغينا نوصلوا الرسالة ديالها وبغينا نوصلوا المعاناة ديالها. المسؤولين يعني خاصة الوزارة المعنية بذوي الاحتياجات الخاصة وايضا لكل المحسنين وكل الضمائر الحية باش انها تساعد مع هذه السيدة اللي كتعيش ظروف قاهرة وظروف اجتماعية مزرية وصعبة في هذا المجال. انتم كتشوفوا يعني المجال فين كتسكن، يعني في واحد المنطقة وعندي 46 عام، شنو المشكل ديالك اللي فاتحها؟ وعندي مريضة بالإعاقة وليدي، ومكرفصة بزاف مكرفصة بزاف ومعذبة. عندي الإعاقة وما مرتاحش، داكشي مكتر عليا كتر، ماشي مرحبا بعطية الله، فرحانة بها، ولكن أنا مكرفصة ما عديش السكينة فين تقرر. كنت عاطيني واحد خالي واحد الحوش ساكنة فيه، وجا داك قالوا ليهم غادي ما مرتاحش لكم، غادي هنا ما نخليوكمش، غنعطيكم بقاعي في العين، غادي تحيدوا من هنايا يعني نعطيكم بقاعي. صافي خالي تاع دار باش يحيد داك يعطي مريبو ويشد البقعه، قال لي خرجي منها. صافي انا يعني غنسني على على الحوش ديالي. قلت لي صافي، قلت له مقدم الله يجازيك بخير من اللي تبغوا تحيدوها، على منين نحيد من حويجاتي نشوف فين غادي نحيدهم. قال لي صافي غنعلمك بسيمانه. مشيت لا هانتوما كتشوفوها هي ريبوها دركا، وليت من نهار ريبوها من نهار هو ملي عطاني خالي كنت كاريه، وملي عطاني خالي سكنت فيها عامين مرتاحه فيها وبزاف مفكوكه من الكلام من كل شيء. صافي داكشي اللي دار عطاوني دور معايا الناس وداكشي كنجي ناكل انا والبنيه مربيه بنت اختي. دركا ملي كان مكرفصه بزاف اولدي، مكرفصه بزاف مكرفصة بزاف، أنا في العيشة اللي عايشاها ما مرتاحاش، داك المرض كتر عليا، ومع داك التلاوي حتى ما دايراش ليهم ما مرتاحش، داك شي داك كتر عليا بزاف، وجاني حتى المرض تعصبت ولا فيا العصاب ولا فيا طنسيو، كيطلع عليا طنسيو. كان من نهار خلقت وليدي جاتني السخانة، عدي عامين قالوا لي كتمشي كاع الخلا كتجريه، وملي جاتني السخانه الوالده ما هربتش بيا داك السبيطار، هادشي المكتب هادشي المكتب ليا. صافي قالوا لي الشلال ما غاديش يحيد منك. صافي مرحبا بها، ولكن انا يا ما مرتاحش، كنت عايشه في البلاد، هزتني اختي جابتني قالت لي لا عاودي هنا يحسن، جيت كانت كاري اختي شويه كريت تنايا واحد البيت كنت ساكنه فيه، ملي هادشي بناو خوا هاد الناس هفاد من العشوائي عطاني خالي هذاك الحوش سكنت فيه. صافي وليت فيه شويه ما كاين بس النهار ما قلت لك بغاو يقولوا ليهم تحولوا هذاك الشيء، قلت للمقدم الله يجازيك بخير الى ما علمني نحيد من حويجاتي. عاودتي لنا هذا الشيء دابا كيفاش كتمشى؟ يعني واش ما عندك لا كروسه؟ لا ما عديش كنحبوا على هاد داك وهاد الحجر قهرني بهاد الدس وبارد دركا وهذاك الشيء مكرفصه، بغيت الكروسه ديال الضو تساعدني انا يا مع داك العصب، جاب لي النفاخ ونفاخته وطنسيو وداك الشيء مريضه، وديك الكروسه تاهي مكتره عليا. كان نعيش مكرفصه وصافي ولدي، اش غنقول لك معذبه في نفسي بزاف، ما مرتاحش انا يا
عطيت الله فرحانه بها، مرحبا بها. ولكن انا بغيت فين التقرار، بغيت فين، بغيت الموتور تاع الضو تا يساعدني بحال ولا بغيت نمشي نتقدى، بغيت ندي الدريه للمدرسه، بغيت اي حاجه، بغيت خاصني نمشي نركب معاه، خاصني نركب معاه واحد الكروسه. وانا كان فيا كيس في دراعي حيت فتحته درك، ملي كان فورس على الكروسه بحال وكان بايدر عليها كتعطيني الصداع في الليل ما كنعش، ما حيلتي رجلاتي كي يعطوني الصداع بداك الجرجير اللي كنضل نحفو، ما حيلتي الدراع ما مرتاحش، ما صايبش الكروسه ديال الضو، ما صايبش السكينه. ودركا حاله لحاله الله، الحاله لحاله الله ولدي الله يزك. لا ما خدامه ما والو ولدي، ع الحبيب ع الحبيب. ودايره على واحد الدريه اختي تاهي دايره عليها بزاف محاكه مع، واخا ما عندهاش كتشد دير على الميناج، وراجل حتى هو داير على الكروسه في المرشي، وتواقلي العد الشوف توا ما في حالهمش، وكيما كان ما لاحونيش، كنت خشى وسط منهم ناكل مع وليداتهم مع دار بعاد نفوس عاد ربعات. الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم. كنطلب منهم السكينه فين تسقرر، بغيت عبيت عبريه كانت تخشى فيها، وكنطلب منهم كريرسه تاع الضو، موتور تاع الضو، وبغيتو باش يساعدني. هادشي اللي كنطلب من عندهم، الله يجازيهم بخير والله يكثر خيرهم، والله يجازيهم بخير والله يحفظكم تاتوما وليدي، الله يحفظكم تاتوما اللي جايين ضاربين تامره وجايين عدي، الله يجازيكم بخير الله يكثر خيركم. وسمحوا لي وبزاف على هاد الهضره اللي عرفت لي واللي ما عرفت لي، سمحوا لي. انتم اخواني الكرام، يعني المعاناه ديال هاد السيده يعني اللي كتزحف فقط على ركبي ديالها باش انها تتحرك وتنتقل من مكان لمكان، يعني قمه العذاب والمأساه الانسانيه تعيشها هذه السيده الاربعينيه هنا بمنطقه انزكان بطبيعه الحال. كنتمنى ان الرساله ديالها توصل للاذان الصاغيه، كنتمنى ان الميساج ديالها يوصل للمسؤولين اخواني الكرام، لانه لا يعقل بتاتا يعني باش ان نشوفوا انسان يعيش في هذه الظروف المزريه وفي هذه الظروف التي تنعدم فيها الكرامة الإنسانية وأيضا ظروف العيش الكريم وتعيش على الفقر والهشاشة والتهميش. ونسأل الله يعني أن صراحة لأن لا يعقل أن أنتم حتى أيضا العربة فاش كتنتقل هذه السيدة مع الأسف الشديد كما كتشوفوا يعني عربة يدوية فقط بطبيعة الحال، فقمة المأساة تعيشها هاد الأربعينية أنتم كتشوفوا إخواني الكرام، عذاب كبير. كنتمنى أن الميساج ديالي يوصل للناس المسؤولين، كنتمنى أيضا أنكم تبارطاجيو هاد اللايف على أوسع نطاق باش يوصل لكل من يهمه الأمر، يوصل أيضا الأذن الصاغية باش تساعدها على الأقل توفر يعني على كرسي متحرك يليق بها. أنتم كتشوفوا يعني كيفاش هاد السيدة كتقدر أنها تركب يعني هاد العربة وتعيش في عذاب كبير. أنتم الأرجل ديالها بطبيعة الحال كيف ولو من شدة البرد القارس وأيضا الإعاقة ديالها مع الأسف الشديد. صراحة اللسان يعجز عن التعبير إذا هاد الموقف أنتم إخواني الكرام، يعني عذاب كبير يعني كتعيشوا هذه السيدة. كنتمنى منكم أنكم تبارطاجيو اللايف على أوسع نطاق، نتمنى أيضا يوصل الناس المسؤولين إخواني الكرام. مع تحياتي لكم من هنا من مدينة إنزكان، إلى اللقاء.